عسلامة. عسلامة عزيزتي. بس الحمد لله. حسب رأيك كيفاش نجمو نتعاملوا مع العباد اللي يبثوا فينا طاقات سلبية؟ العباد اللي تبث فينا طاقات سلبية هي 99.99% من الناس يبثوا فيك طاقة سلبية. أحسن حاجة طفيهم، طفيهم. الناس هذوما ما تحسبهمش، واصبر على مضض الحسودي، خاطر هو يبث فيك طاقة سلبية. علاش؟ خاطر حاسدك هكا ولا لا؟ واللي حاسدك كان باش تعطيه وذنك باش تمرض باش تتبعه باش فهمت باش تضيع فيها. اش يقول الشاعر؟ واصبر على مضض الحسودي فإن صبرك قاتله، تأكل النيران بعضها إن لم تجد ما تأكله. الإنسان اللي باش يبث فيك زي مثلا كيفاش يجي يقول لك، تجيك مثلا صبيح وسم الله على أختي شبي وجهك أصفر، أنت وجهك لاباس، راه وجهك يطرق بالدم، صلي على النبي، منورة مزيانة تهبل، يا لاباس ما هو مريضة، يا نار يا أختي شبيك مو لاباس، أنت جد عليك يا ولدي. تواسى يزرعوا فيك الطاقة السلبية. أي واحد يقول لك شبي وجهك أصفر، وجهي أصفر ترى هيت عندي مري محليني وما بني وكذا كذا، يا برا عادي على عينيك، ظهر لي انت عينيك هكا، هاو انت عندك، فهمت؟ اللي باش يجيب لك طاقه سلبيه رجعها له، فهمت ولا؟ ما تخليش حتى واحد يمرر لك طاقه سلبيه، لانه اي واحد هنا فهمت باش يمرر لك طاقه سلبيه وانت تسمعه ها باش تحطم، ما تنجمش تقدم. هذيك علاش ديما تعملوا ذن سمعت واخرى كذا. النقد، فما النقد والانتقاد فرق كبير. انسان ينقدك يحب يعليك يحب يبنيك، يقول لك فما هكا وفما هكا، يجبد لك الباهي والخايب باش تزيد من الباهي وتحي الخايب. اما هكا اللي يجيك او يا ريت فلينه وبتتتتت يا فلينه وكذا، اي حاجه يقول لك وش بيك سمنت يا وخيتي محلاني كريشتي قداز ما بنها كذا، فهمت؟ اش بيه شعرك مثلا قصير، شعري قصير، شعري قصير، تي انا عامله جو عليه، تي انا قسيته بالمقص، فهمت؟ ما تخلي حتى انسان، اي واحد باش يلبس، من خالط العطار نال عطره، ومن خالط الفحام نال سواده. اذا اي واحد يعطيك لي زوند نيجاتيف حاول رجعهم له، فهمت ولا؟ خليه يموت هو بغيظه. علاش نرجعوهم له؟ علاش ما نقولولوش تفائل شويه؟ ليه ما نقولوش تفائل؟ خاطر هو حسودي بغضي مزبر، سايبو سايبو، يقول لك انت انت زرقاء، وبالحق انا زرقاء نموت، انا زرقاء كي السماء يا وخايتي، كيما انا نقول اش محبك في الزين بوخشم بوخشم يا وخايتي، ريتك الخشم بانو، ريتك زروقيه، وكيفاش مع ليلى بن علي، تي السيدة ليلى محلاها يا خيتي، اللي يجي يلا شوفوا كيفاش يشتح معاها في الفالز، ما بنهم ومحلاهم، وربي كان مع كان ما حبهاش هكا الحجامة، كان يعطيها بخشم وما أدراك، هكا ولا لا؟ يعني اللي باش يجيك أنت بالطاقة السلبية باش يحفر لك، فهمت ولا؟ أنت كعبريها له يا عزيزتي، رجعي له الكف الصاع ساعين، فهمت؟ فيجي يغرب. هذاك علاش انا نقول دايوغ لي فرونسي يقول لك الفو امبراسي تون انمي جوسكا ليتوفي، عليك ان تقبل عدوك حتى حد الاختناق. يعني هو يقول لك هكا وانت قلت اها هو اه اها، وقلت ليه بالبوس بوسي بوسي بوسي، ما تخليشهم حتى تقطع عليه نفس جمله. قالوا يا رسول الله جاري عمل له، قالوا احسن له، يا رسول الله جاري عمل احسن له، في الاخر يا رسول الله جاري مريض وجاري مات، قال له قتلته حسناتك. القوره فهموا دينا ووصلوا به للقمر، قال لك il faut embrasser ton ennemi jusqu'à l'étouffer، عليك ان تقبل عدوك حد الاختناق. بوس مغمغو بوس 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 حتى توفي له تروسه وتطيروا بفلوسه، فهمت ولا؟ بوسو اي مكان ما ينفعش به البوس، بالحب طيح له الزروس، مش بتكمبين وبطاقات سلبيه. اي واحد باش يعطيك طاقه سلبيه قول له باي باي يا عينيا. انت قلت لازمنا نحبوا ولازمنا نبوسوا بعضنا. بيان سور، الله محبه. ربي حبنا خلقنا. وجعل خلق الحيوانات والجر والكذا، وخلق الانسان خلينا خليفه. تعرف شو معناتها؟ Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. ما مير نحن خليفة الله على الأرض.
هذا ما عطاهاش معناها عزة، ما عطاهاش ربي حتى للملائكة، عطاها للإنسان، لكن عطاها أمانة زادة. الجبل خاف، اللي بل خافت، فهمت؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جحودا، ظالم لنفسه قبل ما يظلم ربه. الإنسان حامل أمانة يتفزعك، ما يعرفش على روحه كيفاش بالجهل، فهمت؟ قليل قلة قلة من يحسنون لا ريبريزونتاسيون معناها دو ديو سور تير. في تونس العبيد تحب بعضها؟ اي ما احلانا توانسة، احنا شعب الله المختار عزيزتي. احنا تعرف شكون اللي هلكنا؟ والله كان نبعدوا على المثقفين والسياسيين ما نعيشوا اعز، احنا شعب الله المختار توانسة. رانا ما فما تونسي يرقد، انت تنجم ترقد في دارك وجارك ما للشر؟ حتى العدو نتاعك تعملها انت؟ جاوبني جاوبني. جاوب حط لا لا حتى واحد يبديش. العدو نتاعك تونسي للتونسي رحمه، هذا التونسي خلقنا ربي من تينا خاصه، من ميزه خاصه. صحيح انا تبهبير عنا طول لسان، عنا تفزعيك فزعك ياسر التونسي بالفريبو يبدا ايش اذا بينا ما فما في الدنيا كان انا بي ولا، لكن احنان على بعضنا نحبوا بعضنا كذا، غير الله غالب قليله زويوله، فهمت؟ فقراء، والله الغني يحب الفقراء، فهمت؟ وربي اول ما خلق تونس باش يتونس بها، راه تونس قطعه من الجنه يا حنا، فهمت؟ غير احنا كان نعرفوا قيمه هالارض الطيبه، كان نعرفوا قيمه ان تونس محفوظه تحت اسم اللطيف، انه ربي كي باش يبعث بلا اقوى بلا يبعثوا في تونس، على خاطر معناها محفوظة تحت اسم اللطيف، كل حاجة تجيب اللطف، وإحنا تونس محفوظة تحت اسم اللطيف. فإن شاء الله إحنا توا تحت اسم اللطيف، علاش يقول كل شيء يجي لتونس باللطف؟ وأي واحد يمشي مع تونس بصفاء، أي دولة عربية جات معانا ولا عربية ولا جاورية ولا حاجة، تجي معانا باللطف، ربي يعلي شانها، وربي حتى باش تجيها مصيبة يخفف عليها، فهمت؟ راهو الدينار التونسي هو الدينار الذهبي. أغنى من اليورو ومن الدولار ومن الدنيا الكل. مالوغوزمون ما زلنا سكارى، ولا تلومن سكرانا في حال سكره، فقد رفع التكليف في سكرنا عنا. إن شاء الله نصحوا من السكر، إن شاء الله نعرفوا قيمة هالأرض المقدسة، هالأرض المباركة اللي باركوها رجال الله والله عز وجل، محفوظة تحت اسم اللطيف. أكثر أكثر من هكا نعمة؟ أكثر ما هيش أكثر من هكا. حين تشرق الشمس من مغربها يظهر الإمام المهدي، الإمام المهدي سيخرج من هذا البلد الطيب، يعني شوية هذه هذا فخر ما بعده فخر.